اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان ومستمعي اون سبورت اف ام في كل مكان وحلقه جديده من ملعب اون تايم. دايما في احتفالات تخطف قلبك، ودايما بقول ان يكون عندك مسؤول كبير وهو اب لمنظومه فده شيء بنفتخر بيه، ولكن يكون عندك رئيس جمهوريه هو اب فعلي لشعب بالكامل، هو دي اللي ما فيهاش حديث كتير او ما فيهاش كلام تقدر تقوله، هي فيها احاسيس، يعني فيها حاجات تتحس. السيد الرئيس في احتفاليه النهارده قادرون باختلاف مع ذو الهمم، والمشهد النهارده اللي عمله السيد رئيس الجمهوريه انا من وجهه نظري ان هو انتزع قلوب المصريين. يعني أنا مش رجل سياسي، ما بعرفش أقول كلام يعني مترتب قوي، بس أنا يعني دايما بنتكلم في الرياضة، لكن النهاردة احتفالية تخليك تبكي، تخليك تحس يعني إيه رئيس بلقب الأب، تخليك النهاردة تحس بسعادة تحقيق الأمنيات، تخليك تحس يعني إيه رئيس بسيط، أنا منكم وأنتوا مني. ده مش كلام، يعني ده مش كلام، والله ده مش كلام اللي أنا كاتبه قدامي في كروت ولا حاجة خالص، ده كلام من القلب، يعني ده كلام طالع كده من القلب. كل يوم بشوف الراجل ده، وكل يوم حبي ليه بيزيد، وكل يوم يعني بشوف قد إيه هو قريب في التعامل مع الناس. في حاجات كده ما بتتوضبش، في حاجات ما بيتعمل لهاش توضيب وبروفات. دول أولياء أمور شايفين ولادهم الرئيس قاعد معاهم بيكلمهم في عز المشقة اللي هم بيعانوا فيها، ولكن الضحكة اللي احنا شايفينها على الشاشة دي تسوى كتير قوي، تسوى كتير. أعتقد إن النهاردة المشهد ده فرح وأبكى ملايين المصريين، اللي نفسه النهاردة يبقى سباح في النادي الأهلي أحمد طارق في ثانية بقى سباح، والرئيس وجه نداء للكابتن محمود الخطيب على طول، الكابتن محمود الخطيب استجابة، واللي عايز يبقى مذيع عبد الرحمن الرئيس بيديله الفرصة وبيقول الميكروفون معاك حاورني. عارف عبد الرحمن، احنا بنقعد في شغلانتنا دي سنين وسنين وممكن ما بيجيلناش الفرصة والحظ نعمل لقاء مع السيد الرئيس أو مداخلة، ولكن انت النهاردة عملتها، انتزعتها سبحان الله من غير ترتيب، من غير حاجة، اللي قالهوله واللي اتمناه الرئيس ادهوله. الحقيقة مشهد رائع، مشهد جميل، مشهد يعني يخلينا نقف كتير ونتكلم كتير، ان بالحب كل حاجة ممكن تمشي، شعوب بتتحرك بالحب والعاطفة. عشان كده الرئيس ده اعتقد من وجهة نظري انه بيتحرك بدعاء وحب ملايين المصريين على اللي بيعمله وعلى المجهود اللي بيبذله. النهارده كان في الاجتماع محمد ماضي، علي هاني، عبد الرحمن اشرف، انس سعد، مهند عماد، احمد طارق، عبد الرحمن عرام، هبه عاطف، مكه منصور، سما رامي. هما النهارده نجوم الشباك، هما النهارده نجوم كل برنامج، كل البرامج الفضائية، هما النهاردة حديث المدينة، حديث المدينة بجد وحديث المدينة من القلب. فيهم واحد النهاردة كان نفسه يشوف محمد صلاح، الرئيس النهاردة قال له صلاح عمره ما يتأخر. أعتقد إن علي هاني قريب قوي هتشوف صلاح، وأعتقد إن أنا مش محتاج أوجه رسالة، يعني صلاح في الحتة دي ما يتأخرش في دقيقة لا على مصر ولا على أي حد ليه أمنية. هو نفسه الرئيس قال أكيد صلاح ما يتأخرش عن أي طلب لا مصر. الرئيس النهاردة بيتكلم بعشم، بيوجه النهاردة الرسالة للكابتن محمود الخطيب وهو عارف في استجابة، بيوجه النهاردة لمحمد صلاح وعارف إن في استجابة، بيوجه النهاردة رسالة للإعلام وعارف إن في استجابة. في استجابة لأن الرئيس عمل ضربة البداية. هنتكلم كتير وهنتكلم سنين وهنقعد نتكلم، وممكن الناس اللي ممكن بتسمعنا تقول ان ده حاجات مكتوبة في الكروت وحاجات انتوا محضرينها ومحضر قبل ما اخش. والله العظيم، والله العظيم في الاعلام في لقطات بتقف كده
عندها تتكلم القلب، واحيانا ممكن تبكيك، ولكن تخاف الناس تقول ان انت محضر البكا، ولكن في النهايه هي لقطه يعني مهما اتكلمنا عليها يستحق عليها السيد الرئيس مش مساله كل التقدير، لا يستحق اكيد حب ودعاء ملايين من المصريين. بصراحة عندي أمنية، وأمنية كبيرة كمان. إيه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح، ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي يا أحمد، دلوقتي وإحنا قاعدين كده. خلاص أنت هتطلع من هنا على المايو على طول. لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرأ كويس وعنده معلومات هايلة كمان، ومستمع جيد لكل محطات الإذاعة، مش كده؟ مظبوط. وبتحب الجمبري ولا لا؟ خلي الموضوع ده بعدين. طيب يعني النادي الأهلي تلاقي دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا ايوه طبعا، عشان سباح وبطل جمهورية برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح. طبعا طبعا، كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. عايز حاجه تاني يا احمد؟ لا. ها؟ يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني؟ ربنا يكرمك. انت اسعد لحظه بالنسبه لك ايه بقى يا علي؟ اسعد لحظه ان يوم مصر فاز على الكونغو في كأس العالم 2018، كانت مهلة روسيا والله، وكسبت 3-1، واللي جاب الاجوان ابو مكة، وانا عاوز اقابله والله مرة واحدة. أبو بس مكة. محمد صلاح طبعا. وعايز تقابله مرة واحدة بس، مش على طول. مرة واحدة وتمشي على طول. يا ريت. حاضر. نجيبه. نجيبه. شكرا. هو بطل ودايما مع مصر، خلي بالك يا علي. صحيح يعني. اقول لحضرتك الصراحه، اتفضل، محمد صلاح بقى احسن من ميسي كريستيانو، دي الحقيقه بصراحه والله. والله الحقيقه. كتر خيرك. والنهارده بمداخله حضرتك. وكمان برضو ان انا حلمت بالبرنامج عشان اناقش قضايا اخواتي اصحاب الهمم قادرون باختلاف، وعشان حضرتك تكون اول واحد مننا. يا عبد الرحمن، انا شايف ان احنا كسبنا اعلامي رائع، وده فرصة ان احنا نقدمه النهاردة لكل مصر وللدنيا كلها. الرئيس بكى النهارده من دعاء اولياء الامور والولاد وتحقيق الامنيات، وانا داخل في طرق البرنامج مجموعه كبيره جدا من النجوم دي مع الاستاذ لميس الحديدي، يعني لميس زميله معانا وهم معاها في البرنامج، كل اولياء الامور وكل الناس وكل الولاد، وانا داخل قاعد سامع اتكلموا على سياده الرئيس. الله يبارك له، الله يبارك له. الناس في الكنترول دلوقتي اللي في ودني واحنا بنشوف اللقطات، الله يبارك له. والحقيقة فعلا الله يبارك له. وخطوة النهاردة أو كل يوم خطوة جديدة ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا، ولكن إن أنت تنتزع حب الناس فده شيء بيبقى من ربنا، زي ما بيقولوا كده، اللي من القلب للقلب. يعني بنوجه كل الشكر للسيد الرئيس، ونتمنى يا رب يا رب إن ربنا يجعلنا نكون يعني جزء من تحقيق أحلام الولاد دول، ونكون يعني جزء من تحقيق وأحلام طموحاتهم، وتاني وتالت ورابع. بوجه كل الشكر للسيد الرئيس، وكل الشكر لكل مؤسسات الدولة المصرية.